الو طيب استاذ زينب، بس اتمنى على حضرتك، الو حضرتك، اتمنى على حضرتك بس ان انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. ماشي حاضر كده، سامعني حضرتك؟ انا سامعك. يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. بس عايزه اسالك بس سؤال بس. اتفضلي. انا بس معايا يعني اختي جوزي وكده. مالها اخت جوزك؟ اما اقول لك معايا اختي جوزي، انا يعني بعتبرها زي والدتي وكده يعني. طيب هي تبقى اخته الكبيره، وفي نفس الوقت هو والده ومامته وباباه يعني متوفين. طيب وانا بعتبرها زي والدتي، اكبر من والدتي. بس ما تبقيش تقولي لها الكلام ده كتير، يعني اعتبرها زي اختك الكبيره، زي والدتك، ممكن تتغير منك شويه. اتفضلي كملي. فانا يعني لقيتها يعني انا في تقارب، وكان بينا في حاجات حلوه جدا جدا يعني، وهي كويسه قوي. وبعدين بس فجاه لقيتها بعد كده، لقيت ان الامور بقت مستبعده يعني، لقيت الامور انا بقرب وود وهي تبعد عني. ايه اللي حصل بقى؟ مفيش حاجه حصلت، مفيش طيب. حاجه حصلت. هو ساعه الجواز فلقيتها هي كانت قاعده في الفرح زعلانه طبعا، عشان اخوها جه في ساعه التنجيد ما قالهاش الا في نفس اليوم. طيب وبعد كده ساعه الفرح، فاللي هو الفرح اللي كان بتاعي الكبير يعني. طيب فلقيتها برضك قاعده في الفرح حزينه كده ومع نفسها. طيب. خالص واخده جنب، مش مبسوطه، متضايقه. حتى ما جاتني هنا برضك في البيت كان برضك متضايقه. انت لسه متجوزه قريب بقى؟ انا متجوزه، بقالي متجوزه كده بقالي حوالي سنه وثلاث شهور. طيب انت عايزه نصيحتي ازاي ترجع علاقتك بيها زي ما كانت؟ يعني انا وفي نفس الوقت انا يعتبر بكلمها على طول، وهي طيب. بحس ان هي ايه، ما بقتش زي الاول معايا، بقت طيب بتنفر. اساليني سؤال يا سيده زين، اساليني سؤالك ايه بقى؟ ما هو انا سؤالي في كده، سؤالي هي بعدت ليه يعني؟ اجاوبك يا ست، اجاوبك يا ست، واجاوبك سؤال كمان اضافي، عشان انت واضح ان انت محتاجاه عشان خبرتك. بص يا استاذ زينب، هي عملت كده ليه؟ لان في الحقيقه لما اخوها ما قالهاش على ميعاد التنجيد، هي حصل لها سرى اليها شعور غريب. ايه هو؟ ان هي ما بقتش على الشاشه عنده، ما بقاش بيشايفها، بقى شايفك انت بس، او بقى حاسه بانك انت خدتي سندها، لان والدتها مامتها ماتت واخوها دوت هو سندها، وهي كانت بتحسن معاملتك عشان هي انت الطريق لقلب اخوها. فلما حصل الموقف ده قلقت وانشغلت، ويبدو كمان ان هي ممكن تكون كمان ما اتجوزتش مثلا ولا حاجه، او ان هي موجوده لاي سبب فمش سند على اخوها، فحست ان اخوها دلوقتي ما بقاش في ظهرها. فطول الوقت هي دلوقتي بتفكر هي هتعمل ايه. فمين اللي اخذ منها اخوها دلوقتي؟ حضرتك. تعرفي بقى تحسسيها ان انت ما خدتيش منها اخوها، وما تخليش اخوها يغير نفسيته منها، وما تحاوليش تقولي لاخوها كلام يخليه يبعد عنها. هي لو اطمنت لك وحست ان انت مش اخدتي اخوها وسندها، بل بقى عندها اخت كمان تسنديها بيها، هي ترجع زي زمان. ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إيه اللي حاصل؟ في الحقيقة أنت مش محتاجة غير بس شوية ود ليها وشوية طمأنة. أنت ست وعارفة إن الست لما بتحس إن هي بتفقد الأمان أو بتفقد السند إزاي بتبقى في حالة اكتئاب. حاولي تحسسيها إن أنت مش جاي تاخدي منها حد، من غير ما بالله عليكي ما تقولي لها الكلام اللي أنا قلته لك ده. ما تروحيش تقولي لها أنا عارفة إن أنت حاسة إن أنا خدت أخوك، أنا ما خدت، ما تقوليهاش الكلام ده. لو سمحتي اعملي ده، اتصرفي بالطريقة دي، لأن هي ساعتها محتاجة أفعال مش محتاجة كلام.